يا صباح الخير عليكم مشاهدينا، وإن شاء الله اليوم أكيد تستمتعون معنا في حلقتنا من صباح الخير يا كويت. صباح الأجواء الجميلة، رغم أن الأجواء رطوبة لكنها أجواء جميلة تبشر بالخير إن شاء الله بموسم قادم إن شاء الله يكون يعني في أمطار، لأن يعني اللي سمعناه وقاعدين نقرأ بالفترة الأخيرة عن تقلبات الطقس وحالة الطقس، وهذه الرطوبة تبشر بالخير. عشان كذي لازم نقول أجواء جميلة، لازم نتفائل بالخير، لأن التفاؤل هو اللي يجلب كل الأمور الإيجابية في حياتنا. وصباح الخير هاشم. صباح الخير أسماء، صباح الخير مشاهدينا، مشاهدين شاشة تلفزيون دولة الكويت. صباح التفاؤل وصباح الإيجابية وصباح التباشير الحلوة الجميلة، مع انخفاض درجات الحرارة. أوكي الرطوبة النسبية مرتفعة شوي، زين مو شوي والله، في بعض المناطق مرتفعة وايد، لكن انخفاض ملحوظ وجميل جدا بالويكند. يعني القعدة كانت برة، خلينا نقول جميلة، خاصة ما بقول مناطق الساحلية، لا المناطق حتى البرية، المزارع وغيره من هذه الأمور. درجات الحرارة كانت لطيفة بالعشرينات تقريبا. قاعدين تشوفون معنا على الهواء الحين الضباب، انزين، وقال للرؤية الأفقية، فديروا بالكم وتحرصوا وانتم تسوقون سيايركم وانتم متجهين إلى مقار أعمالكم والمدارس وغيره من هذه الأمور. علشان كذي عندنا الفقرة الخاصة بحالة الطقس مع أكيد زميلنا ضرار، اللي راح ناخذ بعد شوي تفاصيل كثيرة ونستفسر عن هل الرطوبة راح تتم لنهاية الأسبوع ولا هي بس مجرد يومين. صحيح. في بداية الحلقة يمكن تكلمنا أنا وزميلي هاشم عن موضوع وايد مهم، اللي هو طبعا تدريس الأبناء في البيت. صحيح. طبعا من قبل الأم أو الأب، أحيانا مثلا الأب يدرس، أحيانا الأم تدرس الأبناء. فدائما إحنا هذا السؤال اللي يراودنا إحنا يعني كأولياء أمور، إنه هل يهمنا المهارات اللي يكتسبها الطفل من المدرسة ولا بس مجرد تحصيله العلمي، يعني درجاته كاملة دائما متفوق؟ مع أن سمعت وايد أمور يعني من الجوانب النفسية الاجتماعية، مو ضروري الطفل المتفوق يكون متفوق اجتماعيا يعني مع الناس. والله شوفي، أنا ما أبي أقص عليك، أنا كوني أب أنا أبي أكون واضح وصريح جدا. أي أب في هذه الحياة أو أغلب الآباء، نسبة 99.9% يهمه التحصيل العلمي والأكاديمي لأبنائه، وبنفس الوقت يهمه المهارات التنموية والإبداعية، إنزين، اللي يمتلكها، تنمية المهارات الإبداعية اللي يمتلكها الطفل. اليوم لما نقول تحصيل أكاديمي أفضل، إنزين، لما نمشي على الخط الستيريوتايب، الخط التقليدي، لما نقول تحصيل أكاديمي أفضل نقول مستقبل أفضل، نقول وظائف أفضل، سواء كانت بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص. هذا من ناحية التحصيل الأكاديمي. وكلما يعني بلغت الشهادة أشدها مثل ما يقولون وأفضلها وأجملها، يعني زادت الفرص، إنزين، كل ما كانت الفرص أكثر وأكثر وسانحة لهذا الشاب أو هذه الشابة أن يحصلون على مستقبل وظيفي أجمل وأجمل. بنفس الوقت هناك شيء رديف. أنا اليوم ما أطلب تحصيل أكاديمي وتحصيل علمي عالي جدا من ابني. أنا صراحة مهم جدا عندي التحصيل الأكاديمي، زين، ما أطلب منه تحصيل علمي وعالي أكاديمي جدا، لكن بنفس الوقت أنا ما قاعد أنمي مهاراته الإبداعية. ولما نقول يعني أسماء مهارات إبداعية، يفترض أن أنا أشركها يعني بمختلف الأنشطة المختلفة، أشوف شنو مهارات رياضية يمتلك، مهارات أدبية، صحيح، مهارات ثقافية، وأشوف الجانب اللي هو يحبه وأشوفه منفه ومتنفس له، وأنمي في هذا الجانب الإبداعي، عشان بجانب الحصيلة الأكاديمية يكون عنده رديف إبداعي جميل جدا. التحصيل الأكاديمي مهم جدا يعني لمستقبل الطالب، مثل ما قلت هاشم. لكن أنا يعني عندي وجهة نظر، وكل واحد يعني أكيد يحتفظ في وجهة نظره، لأنه مو ضروري حتى الهيئة التعليمية تقتنع في وجهة نظرك يعني مثلا ولي أمر. إن أنا أشوف أن الطلبة يعني تحصيلهم العلمي وقدراتهم متفاوتة، مو معقولة كل الطلبة لازم يجيبون درجات مرتفعة. ترى في بعض الطلبة تلقاه في بعض المواد يمكن مو حاب المادة، مو حاب المدرس اللي قاعد يعطيه مثلا هذه المعلومات أو المعلمة، فتشوف في تفاوت في خلينا نقول مستويات الطلبة. أحيانا المقارنات للأسف تكون ظالمة جدا للطالب وتهدم شخصيته. صحيح. وتخليه أنه هو محبط، ما يبي يدرس، لأنه دائما يشوف فيه مقارنات، وهذه المقارنات موجودة ترى، سواء كانت يعني عند الأهل أو عند بعض المعلمين. أنه هو المعلم يمكن ما يقصد أنه هو يقارن بين الطلبة، يمكن بالنهاية يبي يشجع الطالب بهذا انه هو يعني يرفع من معدله الدراسي، لكن ترى يسبب احباط اذا كان الطالب قاعد يدرس ويحاول انه يجتهد لكن ما قاعد يجيب النتائج اللي تعجب الغير. فبالنهايه احنا لازم نتاكد انه هو ما عنده مشكله يعني كاضطراب وغيرها من هذه الامور. اذا ما كان عنده مشكله ترى هذه قدرته، هذه قدرته، وهذا اللي يقدر يجيبه. يعني ليه وين احنا بنضغط على الطالب اذا كان طفل؟ بعد ترى راح يعاني وايد من هذه المقارنات. لذلك بربط موضوع مهم ورئيسي. اليوم انت لما عندك مجموعه من الابناء في البيت، خلينا نقول عندك 3 4 اثنين من هذيل الأربعة تبارك الله مثلا درجاتهم تكون عالية ويكونوا من المتفوقين والفائقين وغيره من هذه الأمور ودرجات وعلامات كاملة، وتلاقي اثنين مثلا درجاتهم ما بيقول متدنية لكن جيدة جدا، أقل يعني من إخوانهم، أقل من إخوانهم. لا تقارن، إنزين المقارنة تقتل، والمقارنة طبعاً تولد الغيرة، والمقارنة صح مثل ما يقولون تهدم النفسية. ثاني شيء والأهم لازم يكون عندك قناعة أن رب العباد خلقنا يعني بعقول متفاوتة، خلقنا بقدرات متفاوتة، مو بالضرورة مع كامل احترامنا لكل الوظائف مو بالضرورة أن كل أبنائك يطلعون دكاترة على سبيل المثال، حسب شنو هم ميولهم، على حسب ميولهم لازم صحيح. أنت تشوف وتستكشف، عندك أنت شخص متفوق في الكيمياء وفي الرياضيات وفي الأحياء وغيره وقرر أنه يدرس دراسة الطب وحصل تحصيل علمي عالي ودخل هذه الكلية، خير على خير وزين على زين. لكن عندك ابن ثاني على سبيل المثال كانت ميولة تجارية على سبيل المثال، كانت ميولة أدبية أو غيرها من هذه الأمور، كانت هذه المواد هي اللي تعجبه، وإذا كان هذا المسار هو اللي يبي يسلكه خليه يكون فائق في هذا المسار ويتميز في هذا نعم. المسار، ولا تكون آلة ضغط مثل ما قالت أختي أسماء على الأبناء ولا تهدم نفسياتهم، فتتفاوت القدرات وكل فيه الخير والبركة مثل ما يقولون صحيح. بمختلف الوظائف ومختلف الشهادات الأكاديمية. بالتأكيد يعني موضوع بداية الأسبوع يوم الأحد لأن بداية ضروري. المدرسة يعني لهذا الأسبوع الدراسة. إن شاء الله صحيح، نتمنى التفوق والنجاح لجميع الطلبة سواء كان في تحصيلهم العلمي أو في مهاراتهم الحياتية والمهارات أو خلينا نقول حتى بالنسبة لهواياتهم. هذا كان موضوعنا، وأكيد كالعادة في يوم الأحد دائما تكون الحلقة فيها كثير من اللقاءات والمواضيع. تابعونا بعد الفاصل.